مرحبا شباب، شوفوا شو اخباركم، معكم فينيو من قناة فينيو جاريتو. واليوم نجيب لكم برنامج اسمه ناطق اسم المتصل، وبرنامج ثاني اسمه المنطق عند الشحن. يعني برنامج يتكلم عند الشحن. راح نجرب اولا هذا برنامج المنطق عند الشحن، ورا وبعدين فيديو ثاني نجرب به الناطق اسم المتصل. راح نجرب النطق عند الشحن، نجرب هذا برنامج. هذا افضل تطبيق لافضل للوصول الى الشحن، التكلم عند الشحن. راح نجربه نشوف من احسن تطبيق قبل 50,000 ولا تطبيق اللي وصل 10 مليون. نشوف، طبعا ذاك التطبيق بلغات مختلفة، نشوف هذا التطبيق بلغات لو لا، لو بس لغة واحدة. انتظروا لحظة. طبعا عرفت الشباب، يا شباب هنا نحط الموبايل على الشحن وشوفوا ايش راح يقول. شوف ايش راح يقول، سمعوا يا شباب، سمعوا. شكرا يا عيوني يا تاج رأسي. سمعوا يا شباب، هسه راح نوخر الموبايل عن الشحن. طبعا يا شباب هاي الخلفية انا حطيتها عندي برنامج اسمه وضع الخلفية للهاتف، كيف تجعل الهاتف يظهر صورا عند الشحن. طبعا هذا المقطع نشرته انا قبل يومين. سمع صوتك يا شباب، شوف ايش راح يقول. سمع، رجع الشاحن الله ياخذ رأسك المربع. سمعت يا شباب، طبعا لغة واحدة بس على العربي. نشوف البرنامج الثاني بمقطع ثاني راح اصوره بلغات مختلفة وكلمات مختلفة، هذا بي بس كلمتين. طبعا شكرا يا عيوني يا تاج رأسي. اذا نوخر عن الشاحن، رجع الشاحن الله ياخذ رأسك المربع. هاي يا شباب ميزة هذا ناطق المستخدم، ناطق المستخدم او ناطق الاتصال او عند الشحن، هو هذا اسم التطبيق. طبعا هاي الخلفية، شكرا يا عيوني يا تاج رأسي. هاي الخلفية طبعا بالبرنامج اظهار خلفيات، انا منزل البرنامج طلع لك خلفية، اذا انترس الشحن يصير كله بالوان، اذا ما انترس الشحن كله راح يصير لون ابيض. وطبعا شوف هاي من هنا الخلفية تقدر تحط بيها ترسم عليها الخلفية همية. هاي الخلفية واحدة، طبعا البرنامج واحدة والخلفية مال وضع الصور واحدة همية، اثنيناتهم مختلفات، واحد مختلف عن الثاني. يعني برنامجين، اثنين برامج استخدم. وهسه اذا تشعل، اذا انت الموبايل توخر عن الشحن راح يقول رجع الشاحن الله ياخذ رأسك المربع. رجع الشحن يا ابو الراس المربع. اذا تسمعون لا لا انا جاي اسمعه، اظنكم تسمعون او تسمعونه. شكرا يا عيوني يا تاج رأسي. طبعا اذا تدون برنامج ثاني موجود عندي بلغات مختلفة، لغة انجليزية، كردية، صينية، اي لغة عندي، عربية همية موجودة. طبعا العربية موجودة وبها تطابق الاصوات، صوت مال واحد صغير واحد كبير مختلفات. واي شيء تدونه قلونه بالتعليقات. مع السلامه.